تابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، حققنا بحقائق أهل القرب، واسلب بنا مسالك أهل الجذب، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واختم بالصالحات أعمالنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الرسالة القشيرية لسيدي عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في باب تفسير ألفاظ تدور بين هذه الطائفة، لكل طائفة مصطلحات، فكتب الصوفية تجد عندهم بعض المصطلحات يكررونها ويتكلمون عليها، فهو أراد أن يضع لها بابا ليبين معانيها، فبين معنى الوقت والمقام والحال والقبض والبسط والهيبة والأنس والتواجد والوجد والوجود والجمع والفرق وجمع الجمع والفناء والبقاء والغيبة والحضور، وانتهينا منهم. اليوم نتكلم على الصحو والسكر. الصحو والسكر، والصحو معنى الصحو ان الانسان يعود لادراكه، يعني الانسان ما يبقى نايم يبقى ما عندوش ادراك، يصحى معناه يعود لادراكه. فالصحو هو ان الروح بعدما غابت في ملكوت المعاني والحقائق تعود لادراكه، كويس، فده يسموه صحو. اما السكر فده غيبه بوارد قوي، يعني يأتي وارد قوي كده تبص ليه يحصل له نوع من الغياب، بحيث لو ناديت عليه ما يسمعكش، ولو مشيت قدامه ما يشوفكش منه فتع عينه، فده يبقى حالة من شدة الغياب في بحار الحقائق. عشان كده بيقول فالصحو رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة، والسكر غيبة بوارد قوي. الوارد يأتي من الله، والورد يأتي من العبد، يبقى العبد يأتي منه الورد، والوارد يأتي من الله، كويس. فالوارد ده قد يأتي بغتة يفجأك، وقد يأتي نتيجة الورد، ثمرة الورد، وقد يأتي بغتة بغير ورد. فإذا كان الوارد قوي غاب غيبة قوية لدرجة إيه، يصل إلى درجة يبقى زي السكران اللي هو مش دريان، يقول لك سكران طينة. طينة يعني تقول له اسمك ايه حتى ما يعرفش، عنوان بيتك فين ما يعرفش. فزي ما في سكر بخمر الدنيا، في سكر بخمر الحقيقة، كويس. سكر خمر الدنيا سكر جسماني عقلاني، أما سكر بخمر الحقائق سكر روحاني، فدي حاجة ودي حاجة. والسكر غيبة بوارد قوي، والسكر زيادة على الغيبة من وجه، يعني السكر يشبه شوية الغيبة لما اللي اتكلمنا عليه في المجلس السابق، لكن في فرق بسيط من وجوه. ان صاحب السكر قد يكون مبسوطا اذا لم يكن مستوفا في حال سكر، عارف انت اللي بيسكر بخمر الدنيا يجي له فترة كده يجي له نوع من النشوة والنشاط، بعد كده يجي له خمول وغياب ثم نوم، كويس. لما ما بيكملش سكره بيبقى في حالة النشاط والإيه والانبساط الأول، فبرضو نفس الحكاية في المعنى الروحاني بقى. أن صاحب السكر قد يكون مبسوطا إذا لم يكن مستوفا في حال سكر، لأن أصل معظم السكر يكون من باب ظهور الجمال، والجمال يؤدي إلى الانبساط، الجمال الإلهي، فهمت؟ ربنا جميل وجليل، لكن الغيبة قد تكون بجمال وجلال، أو تكون بجلال فقط، لكن الانبساط في حال السكر اللي هو الأولاني لا يكون إلا بظهور الجمال.
يبقى أن صاحب السكر قد يكون مبسوطا إذا لم يكن مستوفى في حال سكره، يعني ما يكونش الوارد قوي استهلكه بالكلية، يعني لسه برضه تنادي عليه يسمعك وشايف اللي حواليك يكون مبسوط قوي، فهمت إزاي؟ ماشي مبسوط قوي زي حالة من البسط زائدة، واخد بالك؟ زي ما اتكلمنا بباب البسط والقبض. وقد النوع الثاني بقى من السكر، وقد يسقط اختار الاشياء عن قلبه في حال سكره، اختار بمعنى ادراك يعني، فيسقط عنه الادراك بالكليه في حال السكر القوي بقى لما يكون الوارد قوي. وتلك حال المتساكر اللي هي الحاله الاولى، تلك اشاره للحاله الاولى اللي هو لما يبقى ايه، لم يكن مستوفي في حال سكره، تلك اشاره للحاله الاولى حال المتساكر. يبقى الأولاني نسميه متساكر، الذي لم يستوفيه الوارد، يعني الوارد ما استهلكوش بالكلية، الوارد اللي جاله من الله ما استهلكوش بالكلية، يعني ما غطاش عليه كل إدراكه. كويس؟ زي واحد ساعات يجيله خبر يزعجه لدرجة إنه يذهل حتى عن كل شيء، وأحيانا يبقى الخبر يزعجه لكن مش لدرجة إنه يذهله عن كل شيء، على حسب بقى إيه شدة الخبر من حزن أو فرح. كذلك هنا إذا كشف له معنى من المعاني فإذا استهلكه بالكلية يبقى يسموه وارد قوي، وإذا لم يستهلكه بالكلية يبقى إيه، يسموه متساكر. وعلى شكل بيقول وتلك حال المتساكر الذي لم يستوفيه الوارد، يعني لم يغطي عليه كل أحاسيسه، فيكون للإحساس فيه مساغ، يبقى لسه برضه عنده نوع من إيه، من الإدراك لما حوله. وقد يقوى سكره حتى يزيد على الغيبة، الحالة التانية بقى، وقد يقوى سكره حتى يزيد على الغيبة، الحالة التانية اللي يستوفاها الوارد، يعني الوارد جاء من الله غطى فيه كل أحاسيسه وإدراكاته، بحيث أنه لا يرى ولا يسمع ولا يشم ولا يدرك ولا يبرد ولا يشعر بحرارة ولا يشعر بجوع ولا بعطش ولا بحاجة، يستوفيه بالكلية. فهم؟ فربما يكون صاحب السكر أشد غيبة من صاحب الغيبة إذا قوي سكره، وربما يكون صاحب الغيبة أتم في الغيبة من صاحب السكر إذا كان متساكرا غير مستوفي. يبقى لما الغيبة تسبق السكر يبقى السكران ده مش سكران حقيقة، ده متساكر، لكن لو سكران حقيقة فالسكر أقوى من الغيبة، هو عايز يقول لك كده. والغيبة قد تكون للعباد، للعباد أحسن، خليها للعباد، والغيبة قد تكون للعباد، شكلها أحسن. العباد اللي هم أهل الإرادة، أهل السلوك، كويس، اللي نسميه مريد سالك، مشغول بالعبادة والذكر والطاعة والصيام والقيام والصدقات وصلة الأرحام، ده اسمه العباد، مشغول في عبادة، ينتقل من عبادة لعبادة ومن عبادة لعبادة. فده يجي لهم بقى إيه، الغيبة قد تكون للعباد بما يغلب على قلوبهم من موجب الرغبة والرهبة ومقتضيات الخوف والرجاء، لكن السكر لا يكون إلا لمين؟ للمرادين بقى، مش للمريد، للمراد، لأهل المحبة. فهمت؟ والسكر لا يكون إلا لأصحاب المواجيد اللي هم العارفين الواصلين أهل المحبة المرادين المصطفين الأخيار المجتبين، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه إيه؟ من ينيب. يبقى النوع الأول هو المنيب والنوع الثاني المجتبى. فإذا كوشف العبد بنعت الجمال حصل السكر، يبقى السكر لو إيه، لو كشف الله عن جمال ذاته سبحانه وتعالى لروح العبد يحصل له حالة إيه، حال السكر. وطرب الروح، في روايات مكتوبة وطاب الروح وروايات تانية وطرب الروح، طرب الروح يعني نشوة الروح. وهام القلب، يبقى طرب الروح وهام القلب، والقلب هيمان القلب معناه ايه، ذوبانه في المحبوب،
يقول لك هيمان يعني ايه؟ دائب في ذاب في محبوبه، يبقى اسمه هامه. الهاء جايه هامه في الصحراء، يعني تاه في الصحراء، يعني نوع من التوهان. وعشان كده من ضمن كلمه ضال معناه محب، لان الضال اللي هو التاه، تقول انا ضليت الطريق تهت. وعشان كده يطلق ايضا على المحب الهيمان ضال. ووجدك ضالا فهدى، يعني ووجدك محبا ذائبا في حبنا فهدى بك وهدى اليك. فهمت بقى؟ يبقى ضال هنا مش معنى ضلال الغوايه، لان الكلام موجه للنبي، النبي بعيد عن الغوايه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى كلام ضلال يليق بمرتبته. والضلال هنا بمعنى التوهان والهيمان في حب المحبوب. فهمت بقى؟ زي ما يقول ايه؟ إنا لنراها في ضلال مبين، يعني في حب شديد ليوسف. توهها عن مقامها لدرجة أنها تنازلت عن مقامه يا سيدته، فإيه؟ فراودته عن نفسه. عشان كده إيه؟ قال لك إيه؟ الحب بهدلة خلاني أندلة. شكوكه قال كده. واخد بالك؟ يعني أحيانا الحب ما يزيد بالإنسان يهيم فيه، يجعله يفقد إدراكه ويذوب في محبوبه. فهمت ازاي؟ فكلمة ضل دي في معاني اللغة كتيرة، منها مثلا الاختلاط الذي لا تستطيع أن تفصل أحدهم عن الآخر. لو شيء اختلط بحاجة تانية بحيث ما تعرفش تفصلهم خلاص، يسموها ضل الماء في اللبن، أو ضل اللبن في الماء. طب حط أنت لبن على المية وبعدين افصلهم، ما تعرفش خلاص. فهمت؟ حط سكر في مية ودوبها، تعرف أو يقول لك ضل السكر في الماء، يعني إيه؟ اختلط وغاب فيه. يبقى الضلال له معاني كثير غير معنى إيه؟ الهواية. عشان كده سيدنا موسى قال لفرعون فعلتها إذن وأنا من الضالين. الضالين يعني إيه؟ يعني المحبين في مولاي ربي سبحانه وتعالى. يعني سيدنا موسى لم يكن في ضلال غواية أصلا، ده هو قبل بعثته كان مؤمن أصلا. فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني إيه؟ يعني المنهمكين والهائمين في حب مولاي. فهمت؟ فسيدنا موسى نسب لنفسه الضلال، يبقى ضلال يليق بسيدنا موسى. وربنا نسب الضلال للنبي، يبقى ضلال يليق بالنبي. فهمت إزاي؟ لما يقول وجدك ضالا فهدى، يعني محبا هيمان في حبنا. أدي معنى هيمان القلب. يبقى هيمان القلب معناه ذوبانه وتوهانه في محبوبه. عشان كده أول ما ربك يكشف عن نعت جماله لروح العابد يغيب في محبوبه. زي ابن الفارد كده. ابن الفارد إيه؟ يعني بيقول لك من أئمة العشق الإلهي، لأن ربنا كشف له عن بعض جماله فهجر كل شيء، لا يرى أي شيء جميل بعدها، كل شيء يشوفه يبقى قبيح لأنه شاف الجمال الإلهي، فانعزل عن الناس. كان يرى المرأة الجميلة كالحائط كالجدار، كله سواء عنده، لأنه كشف الله له عن جماله، فبقاش عنده مساغ آخر لجمال آخر. فهمت؟ يبقى هام القلب. عشان كده إذا كشف العبد بنعت الجمال حصل السكر وطاب الروح وهام القلب. وفي معنى أنشدوا بيقولوا يعني نشيد يصل حال العبد مع ربه محبوبه. فبيقول فصحوك، يعني أيها العبد، كأن ربنا بيقول للعبد اللي كشف له عن أسرار جماله، فصحوك من لفظي هو الوصل كله. فصحوك من لفظي، يعني من خطابي ومناجاتي لك، هو الوصل كله. وسكرك من لحظي، يعني ملاحظة جمالي، وسكرك من لحظي يبيح لك الشرب. فما مل ساقيها وما مل شارب عقار عقار لحاظ كأسه يسكر اللب. فما مل ساقيها، يعني المتفضل بها، ساقيها من اللي هو ربك، هو الذي يسقي هذه الروح. فهمت؟ فما مل ساقيها، يعني فما قطع ربها عنها سقياها بالإلهام. وما مل شارب،
والعبد عند سقياه يبقى هو اللي شارب، لا ده يمل فيقطع ولا ده يمل فينقطع عن الشرب. فما مل ساقيها وما مل شارب عقار لحاض. عقار اسم من أسماء الخمر، لأن الخمر تغطي الإدراك، وكذلك هذا التجلي الجمالي يغطي الإدراك فيشبه الخمر من وجوه. عقار لحاض يعني خمر ملاحظة الجمال. عقار لحاض كأسه يسكر اللب يعني العقل، فلما سكر العقل فقد التمييز. وأنشدوا أيضا فأسكر القوم دور كأس وكان سكري من المدير. فأسكر القوم دور كأس يعني الناس اللي بيشربوا خمرة بيسكروا من كاس بيدور عليهم كل واحد يشرب منه شوية كويس. وكان سكري من المدير، أما سكري أنا فكان من الفاعل مش من الفعل، من المتفضل مش من الفضل، من الساقي مش من السقية، فهمت؟ عشان كده بيقول وكان سكري من المدير يعني من الفاعل لا من الفعل نفسه. وأنشدوا أيضا لي سكرتان وللندمان واحدة. الندمان اللي هم قاعدين مع بعض يشربوا مع بعض، فهمت؟ لي سكرتان وللندمان واحدة يعني اللي بيشربوا معايا هم سكروا بحاجة واحدة، سكروا بالنعمة، لكن أنا ليا سكرتان بقى، سكرة بالنعمة وسكرة بالمنعم، فهمت بقى؟ لي سكرتان وللندمان واحدة شيء خصصت به من بينهم وحدي، اللي هو التفات للمنعم وليس للنعمة فقط. وأنشدوا أيضا سكران، سكر هوى وسكر مدامة. سكر هوى يعني سكر إيه نالها عن هواه وعن إيه وعن رغبة وعن محبة في النعمة. وسكر مدامة سكر محبة المنعم بقى. فمتى يفيق فتى به سكران. فهمت؟ كل دي المعاني دي أرادوا ينصغوها في سورة شعر، يعني هذه المشاعر اللي حسوا بها. واعلم أن الصحوة على حسب السكر، فمن كان سكره بحق كان صحوه بحق، يعني من كان سكره بحق يعني بعون من الله وتوفيق من الله يبقى صحوه أيضا بحق وتوفيق من الله، فهو يصاحب التوفيق في كل أحواله. ومعنى كده برضو ومن كان سكره في حق يعني في طلب الحق واستدعاء الحق كان صحوه في حق، ومن كان سكره لحق يعني مراعاة للأدب كان صحوه لحق يعني مصحوبا بالأدب، يبقى في حق ولحق وبحق زي ما بيقول الإمام النووي كده بالله وفي الله ولله وعلى الله وإلى الله ومن الله، فهمت؟ هي مش تكرار، ده كل حاجة ليها معنى، فهمت ازاي؟ مش تقرا انت بعض الأحزاب يقول بالله ولله وفي الله وعلى الله ومن الله وإلى الله، كل حاجة ليها معنى، كل حاجة ليها مقام، ففيش تكرار. ومن كان سكره بحظ مشوبا كان صحوه بحظ مشوب، يعني لما يبقى ليك لسه مازال ليك اختيار، فإذا سكرت ولك اختيار برضو حتصحى وليك اختيار، فهمت ازاي؟ لأن نفسك لسه موجودة اللي هي بتختار، فهمت؟ ومن كان سكره بحظ مشوبا يعني مخلوطا بحظ نفسه كان صحوه بحظ مصحوبا، يبقى برضو حيصاحبه في حال صحوه شعوره بالأنا، فهمت؟ ومن كان محقا في حاله كان محفوظا في سكره. لو كنت انت في حالك حق يعني مش بتتخلق حال انت مش فيه، فهمت ازاي؟ يعني انت محق في حالك
ساعتها ربنا يحفظك في سكرك، فتبقى سكران ولكن قدام الناس ما بتهزقش نفسك ولا تعمل ما لا يليق. فهمت ليه؟ لأن لما يبقى حالك بحق يبقى سكرك محفوظ، يحفظك ربك. واللي هو قال عنه سيدنا الإمام الجنيد: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يعني يغيب مهما غاب ومهما يحصل له تجليات، هو قاعد قدام الناس في وقاره لا يتأثر، بخلاف بقى اللي بيبقى ايه، اللي مش بيبقى بحق كامل، تبص لأول ما يحصل له نوع من الكشف يحصل له ايه، يتنطط ويقلب الداني. مش بتشوف ناس بتتنطط؟ لانه اصلا هو حاله مش متحقق الحال، فلما بيحصل له بيبقى برضه ايه، مش متحقق في ايه، في استجابته لهذه الحال. والسكر والصحو يشيران الى طرف من التفرقه. التفرقه اللي هو ايه، ان يبقى فيه خالق ومخلوق، ادي الفرق، خالق ومخلوق. يعني انك انت تشعر ان لك وجود مستمد من الموجود، ده اسمه ايه، الفرق لما تكلمنا عليه. لكن الجمع يغيب احساسك بالوجود وتبقى بايه، وتبقى لا تشعر الا بالموجود، بالكليه يسموه الجمع بقى. يعني لا يرى الا الخالق، لا يرى معه ايه خلق ولا يرى معه كون. فهمت بقى؟ والسكر والصحو يشيران الى طرف من التفرقه. يعني اللي بيحصل له سكر واللي بيحصل له صحو دول بيبقى ايه، شغالين في مقامات التفرقه، واحد في اول المقام والتاني في اخر المقام. الصحو يبقى في اول مقام التفرقه، وكلما مشي في المقام شويه يغيب، التفرقه تضعف 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 لحد ما تغيب لحظه يبقى سكران وبعدين يرجع تاني. فهمت؟ وإذا ظهر من سلطان الحقيقة علم، يعني علامة، فصفة العبد الثبور والقهر لا شك، لأن ربنا قاهر، إذا تجلى بقهره إيه، تدكدك كل شيء. وعلشان كده يقول لك: وإذا ظهر من سلطان الحقيقة علم، يعني علامة، فصفة العبد الثبور والقهر. الثبور اللي هو الهلاك، والقهر اللي هو الانمحاق. وفي معناه أنشدوا: إذا طلع الصباح لنجم راح، تساوى فيه سكران وصاح. إذا طلع الصباح يعني بنور التجليات، لأن القلب طول ما فيهوش تجلي ما فيهوش أنوار يبقى ظلمة، في ظلمة الأكوان مشغول. فهمت؟ وظلمة الأكوان طول ما مشغولة يبقى مشغول في اللي هو فيه. أول ما يجي نور التجلي زي الشمس ما تشرق، واخد بالك، ساعتها يتساوى في بقى ايه، السكراني والصاحي، خلاص بقى يعني يستوي فيه الايه، المبصر وغير المبصر. يعني يبقى الامور كلها واضحه. اذا طلع الصباح لنجم راح، نجم راح يعني كاس خمر، يقول لك الراح اللي هي كاس الخمر. إذا طلع الصباح لنجم راح، تساوى فيه سكران وصاح. قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أو لما ظهر اندك كل شيء، هذا مع رسالته وجلالة قدره خر صعقا. هذا اللي هو سيدنا موسى، مع رسالته وجلالة قدره خر صعقا، لم يتحمل هذا التجلي، لم يتحمل أن ينظر إلى المتجلى عليه اللي هو الجبل، فما بالك لو نظر للمتجلي. فهم؟ هذا مع رسالته وجلالة قدره خر صعقا، وهذا اللي هو الجبل مع صلابته وقوته صار دكا متكسرا. والعبد في حال سكره بشاهد الحال، يعني طول ما العبد سكران الحال يحكم عليه، طول ما هو صاحي العلم يحكم عليه. عشان كده ما تحكمش على سكران بالعلم. ليه؟ لأن العلم يحتاج نوع من الإدراك والتكليف، هو فقد إدراكه وبالتالي معه فقد تكليفه. وعشان كده قال لك الحال يغلب،
على العلم، يقول لك غلبه الحال، يقوم يعمل حاجة يمكن ما تلقش بسنه، راجل وقور كده تلاقيه زعق أو صوت أو عيط أو اتنطط وهو راجل وقور، إيه ده؟ غلبه الحال. ما تحكمش عليه بالعلم، تقول ده راجل مهزأ ما يصحش كده، ساقط المروءة. يا عم لا، الحال يغلب على العلم، لما يبقى صاحي ومدرك ويعمل كده ساعتها احكم عليه بالعلم. فهمت بقى ازاي؟ يبقى اذا غلبه الحال فالعلم يتوقف. فهمت بقى ازاي؟ زي ما نقول ده مريض، حاله مريض لا يستطيع ان يتوضا، يبقى حاله يغلب العلم فهو ما يتوضاش، يتيمم ويصلي. طب حاله في مرض شديد يمنعه حتى من الوضوء والتيمم، يبقى العلم توقف، يقول له صلي على طول ولا وضوء ولا تيمم. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الحال يغلب العلم. زي ما نقول ده مريض وجاء عليه رمضان، العلم بيقول له صوم وحاله منعه من الصوم. فهمت ازاي؟ فلا تعيب على صاحب الحال. وعشان كده بيقول لك والعبد في حال سكره بشاهد الحال، يعني يتصرف بالأمارات التي تدل على أن الحال غلبه، وفي صحوه بشاهد العلم، طول ما هو صاحي تلاقيه ماشي على مقتضى العلم، يتصرف بأدب، يتكلم بانضباط، يتحرك بتؤدة، يقوم بأدب العلم طول ما هو صاحي. إلا أنه في حال سكره محفوظ لا بتكلفه. خد بالك بقى ان بعض الناس ربنا يسكرهم ولكن يحفظهم في حال سكرهم، فلا يخرج منهم ما لا يوافق العلم مع كمال سكر. فهمت بقى ازاي؟ الا انه في حال سكره محفوظ لا بتكلفه، ربنا يحفظه مش بتكلف منه، لا، ده لو هو في حقيقته متحقق ربنا يحفظه لما يزول منه ادراكه ليحفظ نفسه. وفي حال صحوه متحفظ بتصرفه، اما في حال صحوه طول ما هو في ادراكه معاه يبقى هو اللي بيتصرف وفقا للعلم ومقتضيات العلم، اللي هو ما يليق وما لا يليق، يقول كده ما يصحش ما تعملش كده، او كده يصح اعمل كده، وهكذا. والصحو والسكر يكون بعد الذوق والشرب، عشان كده هنتكلم على الذوق والشرب لانهم مرتبطين بالصحو والسكر. خد بالك الاختصار ان ثمرة العلم الحال، كويس؟ ثمرة العلم الاول العمل، والعمل الصالح يثمر الاحوال، كويس؟ الشريف، الحال الشريف لما يحصل للقلب ذوق، يذوق، فاول ما يلاقي الحلاوة يشرب. فهمت؟ زي انت كده لما يعرض عليك شراب انت اول مره تشوفه تقوم الاول تاخد بق شفطه كده تذوق، بس عجبك تقربع تشرب بقى بعد الشرب الري. فهمت؟ يبقى هي ماشيه بالترتيب كده، يتعلم العمل، العلم يثمر العمل، العمل الصحيح المخلص لله المطابق للسنه، كويس، المراعي للآداب، يثمر الأحوال الشريفة في القلب. الأحوال الشريفة تدوقك حاجات جميلة، معاني جميلة تدوقها، فأول ما تدوق المعاني الجميلة تبقى عايز تشرب، مش مكفيني شفطة ولا مكفيني لحسة، عايز كمان، فلما تعوز كمان تشرب يبقى يأتي الشرب بعد الذوق، فلما تشرب يأتي الري، الامتلاء بقى. فهمت؟ تشعر ان المعاني تخللت كل ذرة في جسمك. فهمت؟ دي الخلاصة يعني. بعد الشرب يحصل ايه؟ يحصل السكر. والسكر دي مرحلة من مراحل الري. فهمت ازاي؟ طب بعد الري وزوال السكر بقى لانه اعتاد الشراب، عارف انت اللي اعتاد الحاجة يوم ياخدها ما يبانش عليه اثارها، مش كده برضو؟ زي واحد متعود ياخد اقراص منومة كل يوم، يقوم ياخد له قرص ما ينامش، اللي بيشرب قهوة كتير يشرب القهوة
وما تنبهوش، يتعود عليها خلاص. فكذلك ايه، قد يشرب هذه المعاني ويسكر ثم يشرب فيفيق. شوف بقى يوم يفوق لان تشبع بها، ياتي السحو بعد الشكر، بعد السكر، بعد كده ياتي تمام الوصال. فهمت بقى؟ وهو التمكين اللي هو زي احوال الانبياء والصديقين بقى، يبقى مع الخلق وهو مع الحق. فهمت ازاي؟ في ان واحد، مع الخلق ومع الحق في ان واحد متمكن. وده حال الانبياء وحال المصلحين على مر العصور والمربين الوارثين، تجد مع الحق ويعامل الحق في الخلق. عشان كده سألوا أحدهم يقول: يظنون الناس أني أكلمهم وأنا لا أكلم إلا واحد. هو بيكلم ربنا في كل الناس وبيعامل ربنا في كل الناس، فكل الناس متصور أنه بيعاملهم، هو ما بيعاملش إلا واحد اللي هو ربه. فهمت؟ دول أهل التمكين. الذوق والشرب، ومن جملة ما يجري في كلامهم الذوق والشرب. كتير تسمع انت مثلا الدكتور علي يقول لك: من ذاق ايه عرف، ومن ايه عرف اغترف، يعني شرب بقى، واخد بالك، حتى يرتوي. مش كده برضو؟ تملي يقولوا لك الحاجات دي في وسط كلامهم، ويقصدوا ذوق المعاني، لان الروح تحس بالمعاني احساس الجسد بالمحسوسات. يعني المعاني للروح تعتبر شيء محسوس. فهمت ازاي؟ تشعر بها وتحيا بها وتعتاد عليها، وقد تموت لو حرمتها. فهمت بقى ازاي؟ ويعبرون بذلك عما يجدونه من ثمرات التجلي ونتائج الكشوفات بواده وبواده الواردات. بواده الواردات، بدهه يعني فجأه، بواده الواردات يعني الوارد المفاجئ للعبد يفجأه. وأول ذلك الذوق، ثم الشرب، ثم الري. فصفاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق المعاني. صفاء معاملاتهم مع الحق يعني عبادتهم لما تبقى صافية يوجب لهم، يثمر لهم ذوق المعاني، ثم تأتي المعاني في القلوب فيذوقونها. ووفاء منازلاتهم، المنازلات يعني ارتقائهم من مقام لمقام، ينزل مقام ويسيبه وينزل مقام تاني، ينزل من مقام لمقام، دي اسمها المنازلات اللي هي الارتقاء من مقام إلى مقام. ووفاء منازلاتهم يوجب لهم الشرب. يبقى المعاملات توجب لهم الذوق، والمنازلات اللي الارتقاء من مقام لمقام يوجب لهم الشرب. يبقى الشرب لأهل المقامات والذوق لأهل الأحوال. فهمت؟ انت بتدوق يعني في لحظة، والحال يجي لحظة ما يدومش، انما عشان تشرب عايز بقى تقعد بقى مستقر كده وتقربع بقى. فهمت ازاي؟ يبقى معناه مقام. يبقى اللي في المقامات يشربوا، وفي الأحوال تيجي له بدهة كده تبدهه يعني تفجأه، فيذوق حاجة حلوة وبعدين تختفي، يرجع تاني يجتهد 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 يجتهد، يقوم ايه تيجي له تطول شوية وبعدين تختفي، لأنه ما يتحملهاش لأول مرة تيجي له وتقعد. ده كأن ربنا بيأهله لحد ما يوصل لمرحلة يتحمل إنها تيجي له وتقعد بقى. فهمت؟ ودوام مواصلاتهم يقتضي لهم الري، يعني طول ما انت مواصل مع الله ومستمر في صدقك توجهك الى الله، يستمر في الشرب معك، في سقيك يعني بالمعاني، حتى تصل الى حال الري. وان كان بعضهم انكر ان في حال تسمى ري اصلا، بل بالعكس المعاني كلما شربت منها ازددت عطشا. فهمت؟ في بعض العلماء ما فيش حاجه اسمها ري. ري ايه؟ هو المعاني ليها نهايه ولا الروح دي هتشبع؟ دي الروح دي من عالم الاطلاق، واللي يشبع ده من عالم القيود، يقول لك خلاص بطني اتملت. انما الروح
كل ما تاخد توسع، وكل ما تاخد توسع إلى ما لا يعلمه إلا الله، فهم؟ وبالتالي في بعضهم كمان كان لا يرى أن هناك شيء اسمه ري، فهمت إزاي؟ بل الكل يزداد عطشا كلما ازداد قربا. المهم على أي حال، فصاحب الذوق متساكر. اللي وصف الري وصف حاله أنه هو وصل لمرحلة ما زادتش، فقال خلاص أنا ارتويت، قنع بها، قنع بها اللي يعني كده كفاية الحمد لله، فرح بيها فقنع بها، يوم يقول لك أنا ارتويت. لكن في واحد تاني همته عالية، كل ما ربنا يديله حاجة يقول له أنا مش عايز الحاجات دي، ولا عايز المعاني، ولا عايز الذوق، أنا عايزك أنت، فاهم؟ فده بقى يفضل يديله 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 لحد ما يصلح للحضرة، فهمت بقى؟ لكن في واحد تاني يتلهي في أي هدية، فهمت ازاي؟ زي عيل كده تديله شوكولاتاية يبطل زن، فهمت بقى ازاي؟ لكن واحد تاني بيحب أبوه، كل ما يديله شوكولاتة يقول له أنا عايزك أنت، مش عايز شوكولاتة يا بابا، أنا عايزك أنت، فهمت؟ يعمل إيه أبوه لما يقول له أنا مش عايز شوكولاتة، أنا عايزك أنت، ياخده في حضنه، فهمت بقى ازاي؟ فاللي قال لك أنا ارتويت اللي هو اكتفى بإيه؟ بالشرب. لكن اللي يريد الساقي لا يكتفي بالشرب، فهمت بقى المسألة؟ فكلهم بيتكلم على حسب حاله ومقاله. فصاحب الذوق متساكر، اللي ده حاجة يدوب كده جات له نوع من النشوة يبقى متساكر، لسه مسكرش. وصاحب الشرب سكران. طب وصاحب الري يصحى بقى يفوق، بس ما صحيش بنفسه، صحي بربه، زالت عنه الأوهام فبقي بالله، فهمت بقى؟ يبقى الأولاني كان صاحي بنفسه، وبعدين لما سكر غاب عن نفسه بالموجود، فلما ازداد شربا صحى بالموجود، فهمت؟ يعني بدأ بنفسه ثم غاب فقدها، ثم تحلى بالحقيقة فعلم أنه به لا بنفسه، فيبقى صحي بقى، فاق يعني، فهمت؟ ومن قوي حبه تسرمد شربه. شفت بقى، اللي يقوى حبه لله يستمر، تسرمد يعني يدوم، سرمد يعني دائم. ومن قوي حبه تسرمد شربه، ليه؟ لأنه صار مع الباقي الدائم، يوم يدوم. فإذا دامت به تلك الصفة لم يورثه الشرب سكرا، خلاص هيفضل باستمرار مع الدائم القيوم، فيبقى قائم به، فيبقى في تمام الصحو، الصحو بالله لا بنفسه. يقول في الحكم العطائية في المناجاة: أمرت بالرجوع إلى الآثار، يعني إلى الأكوان، فارجعني إليها بكسوة الأنوار، يعني ارجعني إليها بكسوة الحقائق حتى أرجع إليها بك لا بنفسي، فهمت إزاي؟ فارجعني إليها بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها، واخد بالك، مصون السر عن النظر إليها، مرفوع الهمة عن الاعتماد عليه. نفس كلامه هو يعني، فهمت إزاي؟ بيدور كله في فلك واحد، في إيه؟ في إظهار هذه المعاني. ومن قوي حبه تسرمد شربه، يعني دام شربه. فإذا دامت به تلك الصفة لم يورثه الشرب سكرا، فكان صاحيا بالحق فانيا عن كل حظ، لم يتأثر بما يرد عليه ولا يتغير عما هو به، ليه؟ لأن صار صحوه بالله لا بنفسه. هو الأول كان صحوه بنفسه وبعقله وبإدراكه، فقد يغيب صحوه وإيه وقد يعود، لكن أما صحوك بالله خلاص بقى ما فيش سكر بقى ولا غياب. ومن صفى سره لم يتكدر عليه الشرب، اللي سره طبعا صافي، ما هو السر ده اللي هو الوعاء اللي بتصب فيه هذه المعاني، فلو سرك صافي المعاني تفضل صافية. طب لو سرك فيه كدر، المعاني الرائقة دي تنزل مع هذا الكدر تتعكر، فهمت؟ ومن صفى سره لم يتكدر عليه الشرب، ومن صار الشراب له غذاء لم يصبر عنه ولم يبقى بدونه، لأن صارت روحه معتمدة عليه
خلاص ما تعرفش تتفطم منهم، فلا مأوى لها إلا مولاها. وأنشدوا: إنما الكأس رضاع بيننا، فإذا لم تذقها لم تعش. وأنشدوا: عجبت لمن يقول ذكرت ربي، فهل أنسى فأذكر ما نسيت. عجبت لمن يقول ذكرت ربي، أي بنفسي، فهل أنسى فأذكر ما نسيت لكوني به. فهمت ازاي؟ فمن هو قائم على كل نفس بما كسب فهو أقرب إلي مني. وعلى شكله يقول إيه: كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك، أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت إليك. مش كده برضو؟ لأنه صار قائم به سبحانه، خلاص مش بنفسه. عجبت لمن يقول ذكرت ربي، فهل أنسى فأذكر ما نسيت. شربت الحب كأسا بعد كأس، فما نفذ الشراب ولا رويت. ويقال: كتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد البسطامي. كل واحد ليه مقام بقى، الأولياء كانوا يحبوا يختبروا مقامات بعضهم، يشوف كل واحد في أي مقام. فكتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد البسطامي يقول له إيه: ها هنا من شرب من كأس المحبة لم يظمأ بعده. إحنا هنا في المكان بتاعنا ده، اللي شرب خلاص من كأس المحبة لا يشعر بظمأ خلاص. فكتب إليه أبو يزيد: عجبت من ضعف حالك، ها هنا من يحتسي بحار الكون وهو فاغر فاه يستزيد. يبقى ده حال وده حال، كل واحد يعني بيقول الحال بتاعه. واعلم أن كاسات القرب تبدو من الغيب، ولا تدار إلا على أسرار معتقة. يعني لابد أن يكون سرك معتقا من الشهوات ومن الرغبات ومن الغفلات. فهمت؟ هذه معناها معتقة، مش أسيرة الشهوات وأسيرة الرغبات وأسيرة الغفلات، لا. وعشان كده قال لك إيه: لا تدار إلا على أسرار معتقة وأرواح عن رق الأشياء محررة. يعني من التعلق بالعادات القاطعة. إذا كنت أنت مش عارف تبطل تدخين ولا تبطل فنجان القهوة اللي تعودت عليه، هتدوق أنت الحاجات دي، أنت بقيت في رق عادات ما تقدرش تبطلها. وعشان كده يقول لك الولي لا عادة له، ما في مش أسير حاجة، لأنه عبد لله بس، مش عبد لعادة. يعيش مع الله على كل حال، أغناه أهو عبد لله، عبد الغني، أفقره يبقى عبد الإيه؟ عبد المغني. فهمت إزاي؟ فهو على كل حال، إذا أفقره يبقى عبد المانع، فهمت؟ وإذا أغناه يبقى عبد المغني، وإذا أنساه الفقر والغنى يبقى عبد الغني. فهو على كل حال عبد الله، مش متوقف على حال معين هو قائم فيها طول ما أمواله معاه وسريره جنبه وقصره موجود وولاده حواليه وتجارته رايجة وجسمه سليم، يبقى هو تمام مع الله. أول ما يحصل خلل في الحاجات دي يبتدي يتقهقر، ده ما ينفعش للمعاني دي كلها، ده ما ينفعش، غير صالح. فهمت؟ علشان كده بيقول لك لابد كاسات القرب دي اللي بتتم فيها ذوق وشرب وسكر وصح والحاجات دي كلها، دي ما تبقاش إلا على أسرار معتقة، يعني من رق شهواتها وأرواح عن رق الأشياء محررة، يعني التعلق من العادات القاطعة في عموم الأوقات بقى، من عادته التسويف، من عادته يسمع الصلاة، يقول لك كمان شوية كمان شوية إن شاء الله، ويصلي هو كل حاجة بس مش في أول الوقت. فهمت إزاي؟ ده ما ينفعش، ده هيفضل طول عمره في KG1، مش هيرتقي حتى KG2. وإحنا بنتكلم هنا ناس بوست جراديوت، يعني إيه؟ يعني عدوا الدكتوراه كمان. ففي فرق كبير بين واحد لسه في KG1 مذاقه للحقائق مختلف عن واحد بيعمل دكتوراه، وعن واحد عمل 20 دكتوراه، وعن واحد مع الدكتوراهات دي كلها طوف الكون، فإدراكاته وسعت. فهمت؟ فكل واحد على حسب همته، وربنا بيدي إيه على قدر
فضله لمن صدق في الهمة. فهمت؟ فالمطلوب منك صدق الهمة والعزم والمداومة، وبعدين بعد كده ربك يملأ لك كاسك. فهمت؟ نسأل الله السلامة وأن يحققنا بحقائق أهل القرب، ويسلك بنا مسالك أهل الجذب، ونقف على المحو والإثبات الأربعاء القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.